السلام عليكم متابعي قناة كابتن سوريا تحياتي إيه لكم الله يسعد اوقاتكم يا رب الكابتن نبيل معلول اعلن عن قائمة المنتخب السوري المشاركة في معسكر الامارات اللي راح تبدا الاسبوع القادم واللي راح يتخللها مباريتين وديتين مع منتخبات الاردن واوزباكستان القائمة شهدت تواجد 31 لاعب بينهم 10 لاعبين محترفين خارج سوريا مثل عمر السومة عمر خريبين محمد عثمان اياد عثمان ما بدنا نطول عليكم بالفوت بالقائمة على طول بحراسة المرمى تم استدعاء ابراهيم عالمي شاهر الشاكر طه موسى احمد مدنيه بالدفاع مؤيد عجان خالد كردغلي عمرو جنيات احمد الصالح اسمه موجود بالقائمه بس ما راح يتواجد بالمعسكر بسبب الكورونا في الكويت والحجر الصحي عبد الله الشامي عبد الرزاق محمد عمرو ميداني عنده اصابه ما راح يتواجد فارس ارناؤوت يوسف محمد حسين الجويد يوسف الحموي وثائر كروما بالاضافه للاعب محمد عثمان محترفنا بالدوري القطري واللاعب سيمون امين بالإضافة للاعب إياز عثمان محمد ريحانية محمد العنز كامل حميشة ماهر دابول ورد السلامة محمد مرمور عمر السومة عمر خريبين علاء الدالي محمود مواس مرديك مرديكيان ومحمد مالطة هي هي تشكيلة وقائمة المنتخب السوري اللي راح تشارك بمعسكر الإمارات أعطوني آرائكم وتوقعاتكم لنتائج المنتخب السوري بهي التشكيلة وهل راح نشوف منتخبنا السوري رح يعمل فرق ونشوف خطة هجومية كما وعدنا المدرب نبيل معلول بالفترة القادمة تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله